السلام عليكم وأهلا بكم إلى زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن الوضع في جامعة صنعاء بعد إقدام ميليشيا الحوثي على فصل أكثر من 100 أكاديمي. أقدمت ميليشيا الحوثي على فصل أكثر من 100 أكاديمي من جامعة صنعاء وتسريحهم من عملهم، وبحسب وثائق تداولها ناشطون فقد أصدر رئيس الجامعة أحمد دغار المعين من قبل الحوثيين قرارا بفصل 117 أكاديميا وأستاذا جامعيا. وكانت الميليشيا قد أوقفت رواتب عدد من كوادر الجامعة ما تسبب بموجبه احتجاجات منددة بممارساتها وانتهاكاتها الجسيمة بحق العملية التعليمية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: إلى أين يمضي وضع التعليم الجامعي في ظل سيطرة جماعة مسلحة على المؤسسات التعليمية، وما هو مصير الموظفين والأكاديميين الذين تم فصلهم من عملهم؟ قبل النقاش نتابع التقرير. عداء مع التعليم ومع كل من يحملون لواءه، وإفراغ للمؤسسات الجامعية من قيمها وتقاليدها المتراكمة منذ عقود. هكذا بات الوضع في جامعة صنعاء بعد سيطرة جماعة الحوثيين المسلحة. أفرغت الجامعة من مضمونها كما يقول أكاديميون، وتراجعت درجة التعليم أمام جندة ميليشيا الحوثي التي غيرت منظومة ومؤسسات التعليم الجامعي من خلال تعيين رؤساء جامعات وعمداء كليات من الموالين لهم وفصل كل من لا يؤيد الجماعة. في جديد الانتهاكات التي طالت عملية التعليم، أقدمت ميليشيا الحوثي على فصل أكثر من 100 أكاديمي من الجامعة وتسريحهم من عملهم. وبحسب وثائق تداولها ناشطون فقد أصدر رئيس الجامعة أحمد دغار المعين من قبل الحوثيين قرارا بفصل 117 أكاديميا وأستاذا جامعيا. ازدادت أوضاع التعليم الجامعي سوءا بعد إيقاف رواتب الموظفين وأعضاء هيئة التدريس العاملين في الجامعات، وهو ما قوبل بحركة رفض واحتجاجات من الموظفين واجهها الحوثيون بالاعتداء والاختطاف. ومن أهم مظاهر استهداف المؤسسة التعليمية الاستيلاء على المناصب القيادية في الجامعة من خلال تثبيت مؤيدين لميليشيا الحوثي في هذه المناصب وإنشاء لجان ثورية في المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تخصيص 20% من المقاعد الدراسية في كليات الجامعة لعناصر الميليشيات الذين يقاتلون في الجبهات. لا يتوقف تدهور التعليم الجامعي عند الاعتقالات والاعتداءات المتكررة، فقد اتجه العديد من الأساتذة الجامعيين للعمل في مهن يدوية لسد حاجاتهم الأساسية. تدمير ممنهج للتعليم الجامعي وانتهاكات عديدة يتعرض لها الطلاب والأساتذة في جامعة صنعاء. ومن طالب بتحسين الوضع التعليمي أو طالب بأدنى حقوقه مثل الراتب يعد في نظر الحوثيين نصيرا للعدو، وبالتالي توجب الاعتداء عليه وتضييع حقوقه. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع أمين عام نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء الدكتور عبد الحميد البكري من عدن. مساء الخير دكتور عبد الحميد. يا مساء النور، أسعد الله مساءكم أخي محمد. معك بشير المذيع محمد المنسق، مرحبا بك دكتور. بداية دكتور، أهلا بك. لا 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 مشكلة دكتور. بداية، كيف تلقيتم فصل أكثر من 100 أكاديمي وأستاذ جامعي من قبل ميليشيا الحوثي في جامعة صنعاء؟ أعيد السؤال أخي. كيف تلقيتم خبر فصل 117 من الدكاترة وأعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء من قبل ميليشيات الحوثي؟ والله يا أخي خبر مفزع حقيقة، لكن لا يعني لم نستغرب من هذه الميليشيا ما قامت به، لأنه يعني أصدر العديد من القرارات والعديد من الحركات في الجامعات اليمنية ومنها جامعة صنعاء، كان لها يعني اثر سيء على العمليه التعليميه في الجامعات اليمنيه بشكل عام، وفي مستوى الجامعه على المستوى المحلي والمستوى الخارجي. نعم، انتم الان في نقابه اعضاء هيئه التدريس في جامعه صنعاء وانت امين عام النقابه، ما هي الاجراءات التي ستقومون بها امام هذا الاجراء التي اتخذته ميليشيا الحوثي؟ دكتور عبد الحميد. نعم. هل سمعت سؤالي؟ من حيث المبدا، نعم، اي اجراء او اي يعني قرار تتخذه هذه الميليشيات غير قانوني وغير شرعي اصلا. نعم، لكن ومع هذا ان القاده ستعمل جاهده على الحفاظ على الحقوق القانونيه لاعضاء التدريس
بقدر ما تستطيع. فمثل ما رفع قضيه ضد التعيينات الغير قانونيه التي تصل الى اكثر من سنوات على التعيين في الجامعه، ستقوم ايضا وستلجا الى القضاء لرفع قضيه ضد هذا القرار التعسفي الذي يعني اصدرته جامعه صنعاء والجهات غير الشرعيه. نعم. طيب دكتور عبد الحميد، يبقى معي ونشرك معنا في الحديث الدكتور وديع العزعزي، استاذ الاعلام بجامعه صنعاء. مساء الخير دكتور وديع. يا اهلا وسهلا، مساء الانوار عليك وعلى مشاهدينا الكرام وعلى زميلنا العزيز الدكتور عبد الحميد. نعم. دكتور وديع، بدايه انت ممن طالهم قرار الفصل من قبل ميليشيا الحوثي، بدايه كيف تلقيت هذا الخبر؟ حقيقة يعني شيء مؤسف، وأن يتعرض الأكاديميون جامعة صنعاء وأكاديميين الزملاء الأكاديميين في بقية الجامعات إلى هذه القرارات الغير قانونية، قرارات الفصل التعسفية. نعم، كنت أنا الاسم الأول في كشوفات الفصل التعسفية التي صدرت عن قيادة جامعة صنعاء المعينة من قبل ميليشيا الحوثي. نعم. وهي بالتأكيد قرارات غير قانونية، لأنها في ظاهرها تدعي شيء وهو غير قانوني. تدعي أن هذه الأسماء التي صدرت بحقها القرارات الزملاء هم منقطعين عن العمل، وهذا كلام طبعا يعني فيه الكثير من المغالطات. هناك زملاء أعرفهم ولديهم قرارات صادرة، قرارات قانونية صادرة عن مجالس. نعم. علمية وأكاديمية في جامعة صنعاء بالتفرغ العلمي لعدد من السنوات، ورفضت حتى التمديد لهم، وتم اتخاذ قرارات الفصل وهم لم يكملوا فترتهم. نعم. وهناك طبعا نحن نتحدث أخي بشير والمشاهدين الكرام عن وضع استثنائي، وضع غير طبيعي تعيشه الجامعات ويعيش الوطن بكامله، وضع. نعم. فيه حرب، ووضع فيه وضع أمني، ميليشيا تسيطر على الجامعات، وضع فيه مرتبات منعدمة، وبالتالي الأكاديميين جزء من هذا الوضع. يعني كل أكاديمي غادر للعمل خارج الوطن يتهم بالارتزاق وبالتالي يتعرض للفصل. نعم. هناك أكاديميين لهم مواقف سياسية وآراء بالتضاد أو تتقاطع مع الميليشيات والانقلاب، وبالتالي حياتهم معرضة للخطر إذا ما عادوا. نعم. وكذلك حتى زملاء عادوا ولم يجدوا راتبا أو لقمة عيش يستطيعوا أن يعملوا في الجامعات في وضع طبيعي. يعني أقصد هذه القرارات، هذه البيئة العامة التي تصدر عنها القرارات. نعم. الغرض الأهم والهدف الأهم لهذه القرارات هو أن يا أخي الكريم هذه الجماعة تعيش حالة من العداء الفاضح مع العلم والعلماء، هناك حقد تجاه. نعم. مؤسسات التعليم. نعم. يمارس حالة من الإذلال للأكاديميين والإهانة، يقوعوا قطعت عليهم الرواتب، تعرض زملائنا للعديد منهم الكثير للاعتقال والضرب والاختطاف. نعم. هذا. نعم. وضع يعني. نعم دكتور وديع، ربما لم يكن الأمر جديد وكان متوقع، وأنتم كنتم تتابعون أكثر من مرة يصرحون بأنهم يعني كانوا يهددونكم بالفصل، لكن حجتهم الوحيدة أنكم غير متواجدين، ويعني من الواجب عليهم استبدالهم بأكاديميين آخرين أو يعني تعودون للتدريس في الجامعة. هذه الحجة التي تتخذها الميليشيا هل هي منطقية، وما هو ردكم أنتم كمعنيين بهذا الموضوع؟ يا سيدي الكريم، أنا أقول لك هناك زملاء ضمن الذين فصلهم موجودين في اليمن. نعم. وبالتالي يعني 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 زملاء موجودين في صنعاء في الجامعة، ولكنهم يعني لظروف ما يا أخي الكريم في بعض الزملاء لا يستطيعوا أن يوفروا يعني حق المواصلات للتنقل. نعم. الحالة الإنسانية في المعيشة لهم ولأسرهم الكريمة. هناك زملاء تعرضوا إلى تهديدات ومخاطر أمنية، اضطروا أن يغادروا إلى عدن إلى محافظات أخرى. نعم. أقصد يعني هذه مبررات. نعم. يعني إذن المعلومات التي تقول أو يدعيها ميليشيا الحوثي بأن تم فصل فقط من هم متغيبون وخارج الوطن هي كذبة، وهناك من زملائكم من هم متواجدين في صنعاء وفي اليمن لكنهم لا يستطيعون يعني العودة إلى الجامعة بسبب عدم وجود رواتب وعدم من يكفلهم ويكفل أسرهم، أليس كذلك دكتور؟
نعم، هذا الكلام صحيح، هذا نعم. الكلام صحيح تمام. ونحن يعني أنا هناك مجموعة يعني رسالة مهمة ينبغي أن تصل إلى قيادة الحكومة الشرعية، حكومة الشرعية، إلى وفد الحكومة الشرعية الذي يتفاوض الآن في مشاورات السويد نعم. في الوقت الذي تدعي فيه هذه الجماعة أنها تقبل على السلام أو أنها ذاهبة إلى السلام، هي تكسي، هي تفصل أكاديميين وتفصل يعني أساتذة نعم. الجامعات وتصدر قرارات إقصاء، يعني هذا تناقض واضح نعم. يا أخي الكريم، نحن نتحدث عن أساتذة الجامعة، يعني قد يتحدث أو يقول زميل أنتم الأكاديميين ليستم وحدكم الذين فصلتم، هناك موظفين آخرين، نعم، ولكننا نتحدث عن الجامعات، مؤسسات التعليم، مصنع العقول، نتحدث عن نخبة الأمة، عقولها، مفكريها، لا يجوز أن تمارس بحق هذا الكلام على حكومة أيضا نعم. حكومة الشرعية أن تهتم تعطي اهتمام لقضايا نعم. أكاديمية. سنتكلم عن هذه الجزئية دكتور وديع، سنتحدث نعم. عن جزئية الحكومة ودورها في يعني أمام التعليم والأكاديميين والدكاترة بشكل عام وجامعة صنعاء بشكل خاص، ولكن اسمح لي أن أعود إلى عدن مع أمين عام نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء الدكتور عبد الحميد البكري. دكتور عبد الحميد، الآن أنتم كنقابة، ما هو الإجراء الذي ستقومون به للدفاع عن أعضاء هيئة التدريس، وربما أنت واحد منهم الذي طالكم القرار الفصل؟ حياك الله أخي. أولا دعني أرحب بأخي وزميلي الدكتور وديع العزعزي، وجميل نعم. جدا أن أسمع صوته على قناة بلقيس. أهلا بكم جميعا. يا أخي، مثل ما قال الدكتور وديع، بالله عليك ماذا تريد جماعة الحوثي أو هيئة التدريس؟ ماذا تريد من يريد؟ تريد أن يدار، تريد منه أن يدار واعتقالات وتعذيب ووحشية، وتريد منه أن يداوم وهو لا يستطيع أن يتحدث بما يريد في تخصصه؟ أعطيك مثل، بس مثلا بس، الدكتور عدلان المقبري كان يتحدث مع طلاب المحاضرة عن قضايا سياسية عن تخصصه، نعم، في تفسير بعض المصطلحات عن النظام، عن الأنظمة، عن الديمقراطية، عن الانقلابات، وإذا به يعني وإذا بالانقلابيين يوظفون من الطلاب مباشرة ومخبرين يتواصلون مع أحد الميليشيات المتواجدة أصلا داخل الجامعة، وما هي رأتها إلى الدكتور عدلان، ويسحب تحت من الدور الثاني حتى يصل إلى البوابة الكلية أمام مرأة ومسمع من الزملاء نعم. دكتور عبد الحميد، دكتور عبد الحميد اسمح لي، دكتور نعم. نعم دكتور عبد الحميد اسمعني، ومعذرة على المقاطعة، لكن ربما هذه الانتهاكات موثقة ومعروفة وتحدثنا عنها كثيرا. نحن الآن أمام يعني دوركم الآن في النقابة، ما هي الإجراءات التي ستقومون بها، سواء يعني بمطالبة الحكومة الشرعية أو بإجراءات ميدانية، وقفات احتجاجية ضد ميليشيا وضد هذا القرار الذي طال زملائكم في جامعة صنعاء؟ نعم أخي العزيز، نعم، نقابة جامعة صنعاء نالها ما نال الجامعة من تهديد واعتقال، ومن ضمن من اعتقلوا رئيس النقابة نعم، واعتقل العديد من أعضاء هيئة التدريس، وحرمت مقر النقابة، ودخلوا يعني يهددونا بالسلاح. الشيء الآخر أنه داخل الجامعة وتواجه بالضرب وبالسلاح وبالقوة، إلى درجة أنهم متابعون من يخرجون للوقفات الاحتجاجية إلى مكاتبهم للتهديد والضرب والسحب، وبالتالي يصعب على عضو هيئة التدريس أن يخرج في أي وقفة احتجاجية. هذا شيء. الشيء الثاني، أمام هذا الكلام تقوم نقابة جامعة صنعاء بعملية توثيق لكل الأحداث ولكل القرارات ولكل الانتهاكات، يعني نرشد ونوثق ونقاضي فيه هذه الميليشيات نعم. الانقلابية. نعم. شيء آخر، ليس على جاء إلى يعني القضاء للحد والاحتفاظ بالحد القانوني للزملاء والمنتسبي الجامعة بشكل عام. نعم. لأنه نعم. المخالفة نعم عليها يعني معايير في القانون، في قانون الجامعات. اشكرك. نعم. لان الضباط
نعم دكتور عبد الحميد، شكرا جزيلا لك. هناك مشكلة في الصوت، لم نتمكن من سماعك مؤخرا. أمين عام نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء الدكتور عبد الحميد البكري، كنت معنا من عدن. وأعود للدكتور وديع العزعزي، وأرحب أيضا بالدكتورة وفاء لعجم، أستاذ مساعد في كلية الطب الأسنان سابقا. دكتور وديع، الآن ربما لم ألقى إجابة من قبل الدكتور عبد الحميد حول ما يخص يعني الإجراءات التي ستقومون بها أنتم أو كنقابة أو حتى من طالهم القرار، الإجراءات التي ستقومون بها ضد ميليشيا الحوثي التي فصلتكم تعسفيا. طبعا في البداية نحيي الزملاء في نقابة جامعة صنعاء في الهيئة الإدارية. نعم. وعلى مواقفهم، ونحن نقدر طبيعة الضغوط والظروف التي يواجهونها في صنعاء وفي الجامعة نتيجة ممارسات الميليشيا على الجامعة وعليهم من تهديدات، ومع ذلك يعني نقف معهم ونتمنى أن يتم رفع سقف الإجراءات التي ينبغي أن تتخذ من قبل النقابة أو من قبل الأكاديميين. يعني حقيقة نحن المفصولين حاولنا وسعينا بكل الطرق لإيصال رسالتنا إلى الحكومة للمنظمات، ولكن مع الأسف يعني ربما التجاوب بشكل عام ليس فقط قضية المفصولين، إذا يعني حتى قضية التعليم بشكل عام يعني صحيح. ربما شبه مغيبة في أجندة الحكومة في ظل هذا الظروف، وهذا خطأ كبير وقسيم. لا ينبغي التعاطي مع المسألة التعليم بهذا الشكل، هي أساس. إذا انهار التعليم انهارت بكل المؤسسات. يعني نحن نفهم فقط أن في هذا الوضع فقط الحرب والدعم والمعارك العسكرية وموضوع الإغاثة، الجزء الأكبر من الإغاثة ينبغي أن يكون للتعليم، والتعليم فقط ليس فقط يعني الإغاثة تكون فقط في موضوع. هل يعقل دكتور وديع أنهم لا يدركون حجم الكارثة وتجاهل التعليم، لأنه ربما الآن بينشأ جيل سيكون هو القائد في المستقبل وسيكون مغيب وسيكون أيضا يعني ربما توجه وكل ما يعرفه هو ما تملي عليه ميليشيا الحوثي؟ نعم، هناك تهديد خطير، تهديد يتمثل في موضوع العملية التعليمية. هناك انتهاكات صارخة فيما يتعلق بالمناهج، فيما يتعلق بالتعيينات، في قرارات التعيينات التي لا تخضع لأي معايير قانونية، في سواء كانوا أكاديمية أو موظفين أو مراكز، فيما يتعلق في الفصل، فيما يتعلق في سمعة الجامعة، سمعة المؤسسات الجامعية، سمعة جامعة صنعاء على المستوى الإقليمي والعربي والدولي. يعني تخيل أن معايير القبول في الكليات والطبية والهندسية تخضع لمنح درجات لعناصر تنتمي لهذه المنشآت خارج أطر السياسة العامة للقبول. تخيل أن تقام في جامعة صنعاء ندوة علمية أو ما يسمونها ندوة الصرخة وتأثيرها على مستقبل. يعني هذا كلام يعطي انطباع سيء عن جامعة. نعم. المؤسسات الدولية، نحن يا سيدي الكريم نراهن ونناشد دولة الأخ رئيس الوزراء الزميل والدكتور معين عبد الملك، وهو زميل أكاديمي نالته قرارات الفصل هذا العام في جامعة دمار. نتمنى أن نعطي اهتماما لقضايا الأكاديميين، نتمنى أن يلتقي بالأكاديميين، أن يصرف أن يعطي توجيهات بصرف رواتب زملائنا في الجامعات. نحن يا سيدي الكريم ايضا مع استمرار صرف رواتب زملائنا في الجامعات حتى صحيح. يعيشوا بكرامه، حتى يعني تستمر العمليه التعليميه. نعم. وضعنا نحن كأكاديمي المفصولين لم يتم ترتيبه يعني في بقيه الجامعات، حتى هناك زملاء تعرضوا للفصل ومع ذلك لم يرتب وضعهم في الجامعات في طيب. في طيب دكتور وديع، نفرد المساحه الاخيره محورنا الاخير حول هذا النقطه التي اثرتها الدكتور وديع، ولكن اسمح لي ان أشرك في الحديث الدكتورة وفاء الأعجم، أستاذ مساعد في كلية طب الأسنان. مساء الخير دكتورة وفاء. حياك الله. مرحبا بك دكتورة. بداية، كيف تابعتي قرار الفصل الذي طالكم في جامعة صنعاء من قبل ميليشيا الحوثي؟ والله تفاجأنا بقرار الفصل كما تفاجأ الجميع. يعني القرار صادر في 1/1/15 ولم نبلغ به إلا في نهاية 2016. نعم. ومذكور فيه أنه ممكن تظلمات خلال أسبوعين، وقد عدى عليها أكثر من شهور يعني. نعم. طيب دكتورة، الآن
أنتم الآن يعني الذي القرار الذي طالكم، برأيك يعني ما هي الدور أو الواجب الذي على الحكومة الشرعية أن تتخذه؟ وربما والقرار هو باطل لأنها اتخذتها ميليشيا غير معترف بها، لكن الإجراءات التي يفترض أن تقوم بها الحكومة الآن ضد هذا الإجراء من قبل ميليشيا الحوثي، ما هو برأيك؟ أول إجراء هو إبطال هذه القرارات، وهي صادرة عند يعني عن ناس غير مؤهلين أصلا، ومن أصدر القرار أصلا لا ينتمي للمؤسسة التعليمية أصلا في جامعة صنعاء. جامعة صنعاء قديما كانت هي من ترفد باقي جامعات اليمن بالكوادر الأكاديمية، الآن أكاديميين يعني يترأسون جامعة صنعاء وليسوا من جامعة صنعاء، ولا تنطبق عليهم الشروط الأكاديمية ولا يخضعون لأي معايير. نعم. الآن دكتورة، الآن حجة الميليشيا الحوثي بأنهم يقولون بأنكم غير متواجدين في الداخل، وهم يعني مجبرين أنهم يستبدلوكم أو يعني يتم فصلكم لأنكم لا تداومون، هذه الحجة ردك أنت عليها ما هو؟ عليهم أن يسألوا أنفسهم ما هو سبب الانقطاع. نعم. بعد إنهاء فترة التفرغ لعضو هيئة التدريس. نعم. هل البيئة الأكاديمية مناسبة؟ لماذا لم يطبق قرار الفصل على البعض وطبق على البعض الآخر؟ هناك ناس من أخذوا إجازة تفرغ علمي ولا تنطبق عليهم شروط التفرغ العلمي، هناك من لم تدرج أسماءهم ضمن المفصولين وقد قضوا فترة الانقطاع التي قضيناها مثلا. نعم. دكتورة أنت، ما الذي أجبرك على ترك التدريس في الجامعة؟ هل كان هناك يعني تهديدات تطالكم أو مضايقات جعلتك يعني تغادري اليمن وتتركي الجامعة؟ والله ان المضايقات كانت موجوده، يعني لم تكن البيئه يعني بيئه صحيه، بيئه اكاديميه صحيه. انما نعم. خرجت في اجازه تفرغ علمي لمده سنتين. نعم. ولم تقر الاجازه العلميه ولم يعني تتبع فيها، مثلا لم يوافقوا عليها بشكل سليم ولم اخذها، وبعد ذلك تم التمديد باجازه تفرغ بدون راتب. نعم. لكن الوضع الان ما كان بيئه غير لم تكن مناسبه يعني. نعم. بعد ما انهينا فتره التفرغ العلمي او الاجازه العلميه يعني كان الوضع لا يسمح بالعوده. نعم. طيب الدكتوره وفاء العجم، استاذ مساعد في كليه الطب جامعه صنعاء سابقا، شكرا جزيلا لك دكتوره. واعود الى الدكتور وديع العزعزي استاذ الاعلام بجامعه صنعاء. دكتور وديع، من حيث المبدأ القرار هو باطل كما يعني تقول ويقول أيضا الكثير في الحكومة الشرعية، لأنه قامت بالقرار هي ميليشيا الحوثي، ربما هذا القرار يعني طالكم أنتم الآن كفئة الأساتذة والدكاترة في جامعة صنعاء، وقد طال زملاء لكم في مؤسسات أخرى كصحفيين أو في مؤسسات الحكومة الأخرى. الرد المناسب الآن من وجهة نظرك دكتور وديع الذي يجب على الحكومة أن تقوم به ممثلة برئيس الحكومة الدكتور وديع عبد العزيز، الدكتور بديع عفوا. نعم معي. تفضل. نعم شكرا. طيب بالتأكيد الحكومة الشرعية تتحمل مسؤولية وطنية كبيرة تجاه المواطنيها، تجاه كل المواطنين الذين تعرضوا لقرارات الفصل التأسفية في مختلف المؤسسات. هؤلاء نعم. موظفي دولة، هؤلاء تتحمل مسؤولية الحكومة، مسؤولية إلغاء هذه القرارات، تتحمل مسؤولية ترتيب أوضاع من هكروا أو سافروا أو يعني غادروا نتيجة لمضايقات أمنية أو لظروف أو كذا، مسؤولية صرف رواتبهم، مسؤولية استمرار العمل، يعني دعم الأكاديميين والمؤسسات الأكاديمية والعلمية، يعني هذه مسؤولية كبيرة. يعني قضايا التعليم مسألة مهمة ينبغي أن تكون حاضرة ويعني في أجندة الحكومة وفي موضوع بناء المؤسسات التعليم وإعادة تعميرها ودعمها، يعني هذه مسائل مهمة. نعم دكتور وديع، الرواتب الدكاترة فترة من الفترات في ظل الحكومة السابقة بقيادة بن دغر كان قد ربما تم صرف بعض الرواتب، هل لا زالت هذه الرواتب تصرف لأعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء أم قطعت؟ لا يعني هي ربما كانت بعض الدفعات. نعم. يعني أشهر معينة ثم توقفت بعد ذلك، وهذه يعني مشكلة الزملاء في النقابة
مشكورين، جلسوا فترة طويلة في عدن يتابعوا لزملائهم، ولكن كان هناك عراقيل كثيرة وصرفت ربما بعض الأشهر، أو ولكن ليست هناك استمرارية في جامعة تعز نفس الشيء، في جامعات أخرى حتى في يعني وضع الزملاء في معظم الجامعات في المناطق المحررة أيضا لا يسر، يعني ينبغي استمرارية دعم المرتبات كجزء من الإشكالية في المرتبات لموظفي الدولة يعني. نعم. بالتأكيد نحن يعني يعني على معالي وزير التعليم، على دولة الأخ رئيس الوزراء دعم الجامعات، اللقاء مع أعضاء رؤساء المقرات وأعضاء مجالسها، الالتقاء مع يا أخي مع الزملاء الأكاديميين المفصولين لترتيب أوضاعهم، على الحكومة أن تصدر قرارا بإلغاء كافة القرارات. نعم. يعني لا يكتفى فقط إنه تعتبر باطلة وهكذا، على عليها أن تطمن الأكاديميين، عليها أن تطمن حتى المواطنين الذين تعرضوا لقرارات فصل متطورة يعني. نعم. دكتور وديع، لا تنسى أن هناك الكثير من القضايا الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وأكاديميين هم مختطفون في سجون ميليشيا الحوثي، ولم نرى ربما أي اهتمام من قبل الحكومة الشرعية للإفراج عنهم أو السؤال عنهم، فالآن يطالكم أيضا قرار الفصل، على ما تراهنون إذا كان الاهتمام من قبل الحكومة بهذه الصورة؟ نحن مثل ما قلت لك يعني نتفائل ونتأمل خيرا من مع دولة الأخ رئيس الوزراء الدكتور معين باعتبار أنه زميل وأكاديمي. نعم. يعني يعيش جزء من معاناتنا أو يشاركنا معاناة الفصل، نتأمل خيرا على الأكاديميين أيضا أن يتحملوا مسؤوليتهم الوطنية، سواء يعني بالذات من تعرضوا عليهم. يا أخي الكريم يعني نحن أيضا نقف وندعم زملائنا الأكاديميين في الداخل، ولكن بالمقابل نناشد الزملاء بعض الزملاء الأكاديميين ألا يضايقوا زملائهم وألا يمارسوا نوع من الـ يعني ألا يكونوا أدوات بيد هذه الجماعة لإيذاء زملائهم. كثير ممن تعرضوا للفصل هم بالأساس جاء نتيجة خطوات قام بها بعض الزملاء، وهذا للأسف يعني. كيف يمكن لزميل دكتور وديع نختم بهذه النقطة، كيف يمكن لزميل يعني عشت سنوات من يعني في العمل الأكاديمي وفي الدراسة ربما أن يصبح أداة أداة انتهاك ضد زميل كان يعني يتقاسم هو الفرح والحزن وكل يعني مناحي الحياة، كيف يمكن له يعني يتبدل في لحظة ويصبح عدو لزميله مع ميليشيا انقلبت على الدولة؟ مع الأسف يعني هذه إشكالية الخطأ في التعيين في الجامعة. هناك كثير من يعني ممن تعينوا في جامعة صنعاء، وهناك كثير ممن كانوا مرتبطين بجهات معينة، تمام، وكثير من الزملاء الذين تعرضوا لضغوط كبيرة لكي يمارسوا هذه الأدوار التي يعني ينتهك تمارس نوع من الانتهاك بحق زملائهم. نعم. يعني مع الأسف هذه أشياء، وهنا بالتحديد يعني مع الأسف يفقد الأكاديمي سمعته وقوته. نعم. عندما يمارس هذا الدور، عندما يعني ينبغي أن يكون الأكاديمي حرا مستقلا، هو قائد، هو رمز، هو نموذج في المجتمع ينظر إليه، ويعني وبالتالي عندما تسقط هذه النظرة لا قيمة للأكاديمي، يفقد قوته. فعلا دكتور. نعم، لكن للأسف هناك من جندوا أنفسهم للقيام بهذا الدور. أشكرك أستاذ الإعلام بجامعة صنعاء الدكتور وديع العزعزي، والشكر أيضا لأمين عام نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء الدكتور عبد الحميد البكري، وكذلك الشكر للدكتورة وفاء الأعجم أستاذ مساعد في كلية الطب الأسنان في جامعة صنعاء. ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى في زوايا الحدث. السلام عليكم ورحمة الله.